السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسميا المجلس الدستوري الجزائري يعلن عبد المجيد ثابون رئيسا للبلاد. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك لتتواصل بجديد الأخبار العاجلة والحصرية. أعلن المجلس الدستوري الجزائري رسميا فوز عبد المجيد ثابون بانتخابات الرئاسية الجزائرية. وأقر المجلس الدستوري بالجزائر رسميا مساء اليوم الاثنين بنتائج انتخابات الرئاسية وفوز عبد المجيد ثابون برئاسة البلاد تمهيدا لأدائه الأخير للقسم. وأعلن المجلس أنه يرسم نتائج الانتخابات الرئاسية ويعلن عبد المجيد ثابون رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنسبة أصوات بلغت 58.13%. وأعلنت السلطات الوطنية المستقلة للانتخابات صبيحة يوم الجمعة الماضية عن فوز المرشح المستقل رئيس الحكومة السابق عبد المجيد ثابون برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.15%، بعد تأجيل موعدين سابقين أجريا للرئاسة الجزائرية. وأفرزت الوزير الأول السابق عبد المجيد ثابون رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في أجواء غير عادية تميزها حراك شعبي ما زال يشارك فيه مئات الألاف من المواطنين في مختلف الولايات. وفي الأخير إذا أعجبك الخبر لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.